اول فطيره عندي هنحتاج فيها رز عادي جدا من بواقي الرز بتاع حضرتك اللي عندك في البيت، هو اللي هنشتغل بيه. او لو عندك ما عندكيش بواقي رز، خدي رز عادي جدا سويه التسويه العاديه المصريه، الطريقه المصريه الحلوه جدا اللي بتخلي الرزايه عاديه مفلفله كده وحلوه. عندي بيض، عندي توم، عندي كمان معاهم توابل مشكله او اي نوع توابل عندك براحتك خالص، يعني هي المهم تبقى تشكيله او 7 بهارات او التوابل 4، يعني انت بتستطعمي توابل ايه. عندنا ملح وفلفل اسود طبعا، عندي بالنسبه للفلفل فلفل اخضر واحمر واصفر، عندي بصل كمان وبسله، بسله يفضل انها تكون مسلوقه نص سلقه، حتى لو هي مجمده نغليها شويه في الميه من غير ما نضيف لا ملح ولا اي حاجه او لا ملح ولا اي حاجه. نوعين من الجبنه، اختاري الجبنه اللي تناسب حضرتك. برضو عندي انا هنا الموتزاريلا وعندنا الشيدر، ممكن دخل 2 شيدر، ممكن اعمل بس جبنه نوع واحد جبنه رومي، ممكن اعمل شيدر، ممكن اعمل موتزاريلا لوحدها، يعني انت تتحكمي في ده. وسجق، سجق البلدي عادي جدا بيبقى معانا رائع رائع رائع. هاخد طبعا ورقة زبدة، أول حاجة هحتاج إني أشغل الفرن على درجة حرارة 180 وهحط هنا إيه؟ ورق زبدة. هاخد ورقتين من ورق الزبدة، وده أهم حاجة عندي في الموضوع. خليني أخد فرشة ونقطة زيت بسيطة خالص، هعمل هنا حاجة بسيطة خالص من الزيت وهبتدي. هحتاج دلوقتي إيه؟ هحتاج اني هاخد الرز ده او الكميه اللي انا عايزاها، وهتشتغلوا بايديكم لانكم هتعرفوا ليه هتشتغلوا بايديكم دلوقتي، هحطها كده ولو احتجت هتلاقيني بزود وهبتدي اضغطها. نفس فكره السوشي بتاعي، يعني نفس فكره السوشي لما تيجوا تعملوا السوشي نفس الحكايه، يعني بتبقى بالشكل ده اهي. طيب هبتدي افرد فيها بالراحه، بشوف ده بالشكل ده، بحط عليه ونقلب. خليني اشيل البقايا اللي هنا، عملتها بالشكل ده. اول طبقه عندي هنا طبقة بسيطة من الجبنة، ليه؟ عشان تمسك معايا الرزاية بتاعتي من القعر حلوة قوي، كل ما كانت معانا أرفع كل ما كانت معانا أحلى. هاخد دلوقتي الحشوة بتاعتي اللي هي عبارة عن بسلة، أنا ما رفعتهاش قوي فمش هاخد الكميات كلها، نخلي الكميات نعمل بيها أي حاجة تانية. أهو فلفل، كل انواع الفلفل عشان تبقى شكلها حلو قوي وفي نفس الوقت تبقى مغذيه جدا وتبقى معاكم رائعه. البصل، فلفل اصفر، تومه، توابل بتاعتي، نعمل الخلطه بتاعتنا، نحط كل المكونات مع بعضها اهي مع البيض مع كل حاجه. وهاخد شويه كمان من الجبن والموتزاريلا اهو، واحط هنا شويه موتزاريلا كمان، تقليبه بسيطه ونحطها في التارت بتاعتنا وتبقى عندنا جاهزه. يعني نقدر نقول نص ساعة الماكسيموم تبقى حلوة. الرز هيعمل طبقة كريسبي من تحت بس هيبقى معاكم طري جدا بالحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي. هدخلها الفرن